لاعبي النادي الاهلي. خليني اقرا على حضراتكم الخبر وكلمات الكابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الاهلي. في البدايه قال لهم تحرروا من الضغوط وثقتنا فيكم بلا حدود. ده كلام الكابتن محمود الخطيب، او ده عنوان الخبر يعني بالتحديد. عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجتماعا مطولا مع الجهاز الفني للاهلي ولاعبي الفريق قبل مران اليوم، وتحدث معهم بواقعيه شديده وايجابيه كبيره بعد الهجوم الذي تعرضوا له خلال الايام الماضيه. وحرص رئيس الاهلي في البدايه على الاستماع للعديد من اللاعبين والتعبير عن وجهه نظرهم بخصوص ما جرى في المباراه الماضيه. ثم تحدث الكابتن محمود الخطيب مؤكدا على انه حرص على الجلوس معهم اليوم ليرفع عنهم كافه الضغوط التي يتعرضون لها في هذا التوقيت، وانهم لابد ان يثقوا بانفسهم، ودي حقيقه. لابد ان يثقوا بانفسهم وانهم الافضل بين كل اللاعبين، ودي حقيقه برضه، وانهم قادرين على تحقيق احسن النتائج، ولابد ان يؤدوا مبارياتهم بروح معنويه عاليه، وانه واثق بان كل فرد سوف يبذل اقصى ما لديه لاسعاد جماهير الاهلي، التي اكد الكابتن الخطيب على تقديره للغضب الذي انتابها، وهذا حقها. وعبر عن ثقته الكامله في لاعبيه وجهازهم الفني، وانه سوف يظل داعم ومساند للفريق. وده اللي احنا بنطلبه دايما كمان من جمهور النادي الاهلي، اللي هو كده كده دايما بيبقى داعم ومساند للفريق في اصعب الظروف. يمكن الظرف ده من اصعب الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي، وانه واثق ايضا انهم سيؤدوا بروح الاهلي وبشخصيه البطل التي تعودوا عليها، وان جميعهم سيكونون على قلب رجل واحد من اجل الاهلي وجماهيره. ولقت كلمات الكابتن محمود الخطيب ارتياح كبير طبعا من الجهاز الفني واللاعبين، واللي شعروا بالمساندة خاصة في هذا التوقيت. وفي ذات السياق وافق رئيس الأهلي في ذات الجلسة على طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة برصد مكافآت خاصة للاعبين، وده أنا نوهت عنه في بداية الكلام، في المباريات القادمة وكذلك عند الفوز بالدوري. وأشار إلى أن مجلس الإدارة لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل الجهد والعطاء من أجل الأهلي. ده شيء طبيعي جدا. خلاص صفحة وخلصت. خسرت مباراة بيراميدز ومباراة سان داونز، طلعت من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بس لسه عندك بطولة الدوري، لسه عندك الفرص كلها في إيدك. انسى المباريات اللي فاتت، انسى الفترة اللي فاتت وسوء التوفيق وممكن الأخطاء الفنية، أخطاء إدارية، كل الكلام ده انساه، تمام؟ كل ده انساه خالص وركز في اللي جاي، ركز في مباراة المصري، مباراة صعبة جدا، فريق محترم، كابتن إيهاب جلال عامل فرقة كويسة جدا ورجع شخصيتهم بشكل كبير بعد رحيل الكابتن حسام حسن، وده باين من خلال النتائج اللي هم عاملينها خلال بطولة الدوري وفور تولي الكابتن إيهاب جلال مسؤولية الفريق، فبالتالي مباراة مهمة جدا. فبالتالي التركيز هيكون على هذه المباراة من الجهاز الفني واللاعبين، لأن خلاص ما ينفعش تفقد نقاط، التركيز من جمهور النادي الأهلي على كيفية مساندة الفريق في هذه المباراة. عايز اكمل لكم كمان جزء اخر من الخبر اللي كنت قريته لكم للكابتن محمود الخطيب وجلساته مع الجهاز الفني واللاعبين. مستر لاسيرتي وعبد الحفيظ بيشرحان كل التفاصيل في جلسه الخطيب. وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على اجتماع مع مارتن لاسيرتي المدير الفني. ده الاجتماع اللي كان الاول، اللي كان في تمام الساعه الاثنين الثانيه ظهرا بالتحديد. ده كان اجتماع منفرد ما بين كابتن محمود الخطيب ومستر لاسيرتي وكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره. وقام المدير الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ بشرح كل التفاصيل الخاصة بعمل الجهاز الفني طوال الفترة الماضية بناء على طلب رئيس النادي، والتأكيد على أن الجميع في منظومة العمل يبذل أقصى ما لديه ويسعى لتقديم الأفضل، وأن النتائج لا تعكس قيمة الجهد المبذول. وفي بعض الأحيان ده بيحصل، يعني في الحقيقة أن أنت بتعمل مجهود كبير جدا لكن النتائج ما بتساعدكش، وأن الأمور سوف تعود إلى نصابها الطبيعي خلال الفترة القادمة. فيما استفسر رئيس الأهلي عن بعض التفاصيل لوضع النقاط فوق الحروف والاطمئنان على أن الأمور تسير في الإطار الصحيح. كابتن محمود الخطيب أكد على دعمه ومساندته ومساندة مجلس الإدارة للجهاز الفني، والأهم بالنسبة لهم كلهم هو إسعاد جمهور النادي الأهلي اللي في الحقيقة زعلان جدا خلال هذه الفترة، لكن بإذن الله الفرحة جاية، الابتسامة هتعود على وجوه كل جماهير النادي الأهلي من خلال الفوز ببطولة الدوري. عشان كده لازم يكون المساندة الطبيعية والمعتادة من جمهور النادي الأهلي هي اللي تحصل دلوقتي، هو ده يكون الأساس، لأن جمهور النادي الأهلي هو السند الحقيقي للفريق في الفوز بأي بطولة.
ما وفقتش في بطوله كانت هدف اساسي بالنسبه لك، لسه عندك هدف اخر الجمهور متعود عليه وهو بطوله الدوري. الحفاظ على بطوله الدوري مطلب اساسي ولا غنى عنه هذا الموسم بالتحديد، كمان هذا الموسم بالتحديد، لان البطوله هيبقى ليها مذاق مختلف جدا جدا جدا. فكلنا بنسالد لعبه النادي الاهلي وده شيء آمن. طيب حلقه النهارده فيها فقرتين مهمين جدا، وهنكون مكملين معاكم من خلال على مدار لحد الساعه 10 مساء من خلال انا وزميلي عزيز عمر ربيع ياسين. الفقره الاولى هيكون معانا الكابتن صديق الجمال عشان نتحدث في بعض الامور الهامه جدا بتخص النادي الاهلي. الفقره الثانيه هتكون من خلال زميلي عمر ربيع ياسين مع استاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير. فبالتالي اكيد كلها فقرات مهمه، واكيد هنتطرق لكل الامور اللي بتهم كل جماهير النادي الاهلي. طيب من ضمن الاخبار النهارده بالتحديد فيما يخص اكاديميه النادي الاهلي بفرع مدينه نصر، كان في حفل ختام للموسم، وده يعني بيحصل كل موسم كده بيبقى في حفل ختام خاص باكاديميه النادي الاهلي النهارده السبت في فرع النادي بمدينه نصر، وتم خلال الحفل تكريم اللاعبين ومنحهم شهادات تقدير. وفي الحقيقه اكاديميه النادي الاهلي دي بيخرج منها لاعبين مميزين جدا، يعني في عدد كبير من اللاعبين اللي بيخرجوا من اكاديميه النادي الاهلي، ده الهدف الاساسي بالنسبه لهذه الاكاديميه. والنادي الاهلي في الحقيقه عنده اكاديميات عديده سواء جوه مصر او كمان بره مصر، وفي اماكن ثانيه كمان بره مصر غير، يعني احنا عارفين ان احنا عندنا في دبي اكاديميه او ابو ظبي بالتحديد اكاديميه للنادي الاهلي، هيكون في افريقيا كمان، وده هدف من الاهداف اللي بيفكر فيها او اللي في اتجاهها للتحقيق من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، عشان يكون في فرصه لاكتشاف عدد من المواهب في مختلف الانحاء اللي ممكن تعود بالافاده المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وده اللي ان شاء الله باذن الله هيحصل من مجلس الاداره. الحفلات الختاميه في ثلاث الاكاديميات، احنا عارفين ان في اكاديميه فرع المنصوره، فرع السويس، وفرع حلوان. يوم الاحد ان شاء الله 21 ابريل هتكون الاحتفالات او الاحتفالات الختاميه لهذا الموسم في فرع المنصوره، يوم 25 ابريل في فرع السويس، يوم 26 ابريل في فرع حلوان. طيب دي كانت اهم الاخبار والموضوعات والقضايا اللي اتكلمنا فيها مع بدايه الحلقه، واهم من كل ده ومن كل ده هو الفريق الاول لكره القدم الفتره دي، هو اهم. احنا طبعا بنبقى مهتمين بكل فرق النادي الاهلي وكل اللاعبين داخل النادي الاهلي في مختلف الالعاب، لكن لما يكون في فريق بيعاني من ازمه او في فريق بيمر بمرحله سوء توفيق بشكل كبير جدا، حتى لو هم عاملين مجهود كبير خلال التدريبات، مجهود كبير جدا خلال المباريات، وفي الحقيقه في بعض المباريات ما فيهاش توفيق خالص يعني. فبالتالي موضوع ان انت ممكن بتضيع بعض الفرص اللي ممكن تكون عطلت النادي الاهلي في بعض المباريات، واحنا شفنا الفرص في مباراه بيراميدز في الحقيقه، لكن برده ده مش مبرر وده مش عذر. واحنا قلنا في اول الحلقه ان الاهلي مش مكان للمبررات والاعذار، الاهلي مكان للجهد والتعب وحصد الالقاب، ده اللي لازم يحصل ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. نتكلم شويه عن الاخبار العالميه، وبتحديد النهارده كان في مباراه مانشستر سيتي وتوتنهام. المباراة اللي فاتت كانت في دوري ابطال اوروبا، وكانت مباراة اكثر من رائعة، خلصت 4-3، مجموع المباراتين كان 4-4، بس صعد توتنهام من خلال مباراة العودة بالتحديد، كانت مباراة جامدة جدا جدا. لكن النهارده كانت مباراة في الدوري الانجليزي، انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، في الدقيقة 15 جاب الهدف فيليب فودن بعد اسيست من كون اجويرو، وهدف هو اللي قاد مانشستر سيتي الفوز بثلاث نقاط، احتل بهم المركز الاول بفرق نقطه عن ليفربول صاحب المركز الثاني، واللي عنده امال وطموحات كبيره في حصد اللقب هذا الموسم، وعاقد كل الامال دلوقتي بقى بعد ما كان في امال على مباراه توتنهام، عاقد كل الامال على مانشستر يونايتد المباراه المقبله في بطولة الدوري الإنجليزي، وده شيء يعني بيتمناه كل المحب ليفربول، وبيتمناه أكيد المصريين يعني، أو بعض المصريين، في ناس متحمسين قوي لبعض الأندية في إنجلترا يعني، بس إحنا كلنا كمصريين بنتمنى محمد صلاح يحقق البريمير ليج، يبقى أول لاعب مصري يحقق هذه البطولة يعني، فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق لليفربول. وكانت مفاجأة في الحقيقة النهاردة كمان إن هو محمد صلاح يخرج من القائمة النهائية للاعبين الأفضل في الموسم، أو اللاعب اللي هيتم اختياره من هذه القائمة، هم تقريبا ست لاعبين
فهو جائزة الاتحاد الإنجليزي للمحترفين والخاصة بأفضل لاعب عن هذا الموسم، واللي قدر محمد صلاح يفوز بها السنة اللي فاتت. في عدد من اللاعبين المرشحين على ما أتذكر كده يا جماعة، لو نسيت اسمه قولوا لي، كون أجويرو، فان دايك، ستيرلينج، مين تاني، ساديو ماني، وفي حد تاني من برناردو سيلفا مانشستر سيتي، وهازارد من تشيلسي. ست لاعبين كلهم مميزين، لكن كنا نتمنى ان صلاح يكون متواجد في هذه القائمه، خصوصا ان هو فاز بهذه الجائزه السنه اللي فاتت. وبالتحديد يمكن صلاح الفتره اللي بعد عنها عن التهديف هي اللي ممكن تكون بعدته، لكن النتائج كلها والارقام كلها بمحمد صلاح السنه دي بتقول ان هو برده مقدم موسم من جيد، 19 هدف حتى الان وسبع اسيست، فده شيء جيد بالنسبه لمحمد صلاح، مش سيء يعني في الحقيقه. نتمنى له كل التوفيق في المرحله اللي جايه، لان هي مرحله حاسمه بالنسبه لهم في بطوله الدوري الانجليزي، وكمان في دوري ابطال اوروبا ونصف النهائي امام فريق برشلونه الاسباني. وهذه المباراه والمواجهه او المباراتين والمواجهتين الصعبتين جدا بالنسبه لفريق ليفربول اللي هيتاهل، هيقابل يا اما توتنهام يا اما اياكس عشان يفوز ببطوله دوري ابطال اوروبا. طيب دي كانت ابرز واهم الاخبار الخاصه بحلقه النهارده او بدايه الحلقه، لكن خلينا سريعا هنروح لفاصل سريع. بعد الفاصل هنرجع نواصل فقراتنا. اول فقره هتكون مع الكابتن الكبير نجم النادي الاهلي السابق كابتن صديق الجمال، هنتكلم فيها في العديد من الامور الهامه جدا. دي هتكون فقرتنا الاولى، استنوها بعد الفاصل.